طبعا ننتقل معكم مشاهدينا إلى خبرنا الثاني، وطبعا الكل يتكلم عن الأجواء الحلوة في السعودية من ثلوج وبرودة وأمطار ورياح، أجواء شتوية جديدة نوعا ما علينا، يمكن مو بأهل الشمال كثير، لكن أنا لما شفت يمكن الفيديوهات اليومين اللي راحت انصدمت، وطبعا تصدرت كثير من التحذيرات للمواطنين من الذهاب في رحلات الكشتة على مدار الثلاثة أيام القادمة. لذلك حبينا نتعرف على تفاصيل أكثر عن الطقس والأجواء في المملكة للثلاث أيام القادمة. أكيد يسعدنا أن ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز الحصيني، باحث في الطقس وعضو لجنة تسميات المناخية. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد العزيز. أهلا وسهلا بكم أستاذة والسيدات مشاهدي قناة روتانا، حياكم الله. الله يحييك ويطول عمرك. استاذ عبد العزيز، كلمنا عن الطقس في الثلاث ايام الجايه، يعني كلنا شايلين هم، حتى الناس اللي مو بكاشتين، يعني توي اقول مدودي اقول الله يعينكم الثلاث ايام الجايه بتطلعون بذا البراد، فكلمنا ايش الموجه الغريبه البارده جدا اللي قاعده تضرب المملكه حاليا؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. امسي عليكم على الساده والسيدات مستمعي او مشاهدي قناه الوطن. الحقيقة أنها ليس الموجة هذه ليست غريبة، يعني نحن لا نستغرب هذه البرد، وذلك لأننا نقع أو نحن الآن في تقريبا الثلث الثاني من فصل الشتاء، وبالتالي متوقع بموجات برد ومتوقع موجات صقيع، وهذا ليس غريب وخاصة على المناطق الشمالية والمنطقة الوسطى، وذلك باعتبار أن أنها تستقبل عادة كل عام موجات برد، ولكنها تختلف من سنة إلى سنة، ربما تكون سنة أقل وربما تكون سنة أكثر، وما لا شك فيها أننا نعيش في النجم الأول من نجوم الشب، والذي يشتهر من خلال الرصيف المناخي بتشكل موجات برد وبالتالي تشكل الصقيع. هذه الموجة التي من المتوقع بإذن الله تعالى أن تبدأ فعليا، طبعا هي ربما تكون هذه الليلة تبدا بدايات خفيفه، لكن متوقع باذن الله تعالى من يوم غد الجمعه اشتداد الموجه البارده، وطبعا الموجه البارده هذه اصلها قطبي، وبالتالي متوقع ان يكون وقعها قوي، وسبقها قبل يومين كتله قبلها وبالتالي اجواء بارده، وبالتالي اصبح هناك عندنا موجتين من البرد. الموجه الاولى خفت امس وبدات تتلاشى، لكن المتوقع ان تنشا موجه اخرى الان، هي ليست بعيده عن منطقه الرياض. الموجه هذه هي عاديه وليست غريبه، هذه الموجه متوقع ان تكون درجات الحراره على المتوقع، طبعا لعل الله يصفها ان شاء الله، متوقع ان تكون درجات الحراره على النحو التالي: المناطق الشماليه متوقع ان تسجل الصفر وما دون الصفر، المناطق الوسطى متوقع ان تسجل قريبا من الصفر وربما تسجل صفر وربما تسجل اقل من الصفر خارج المدن. المنطقه الشرقيه ومنطقه المدينه ربما تكون صفر العشر درجات مئويه، وايضا المناطق الغربيه حتى منطقه مكه وجده يعني متوقع ان تتاثر بهذه الكتله او هذه الموجه ولكن بشكل اقل. هذه الموجة متوقع أن تستمر 72 ساعة، متوقع أن تكون الأجواء باردة نهارا بدءا من يوم غد الجمعة، ومتوقع أن تكون شديدة البرودة ليلا، ولذلك أهيب بالمواطنين والمقيمين بأخذ الاحتياطات اللازمة، لأن البرد مؤذي، وبالتالي متى ما دخل البرد إلى داخل جسم الإنسان من الصعب خروجه إلا أن الله يحفظه، خاصة الموجة القادمة موجة برد جافة، ليست كالموجة السابقة التي قبل يومين كانت لطيفة إلى حد ما رغم أنها شدة برودتها، لكن هذه الموجة اجتمع فيها شيئان: الشيء الأول هي الحرارة المتدنية التي تحملها، والشيء الآخر الجفاف، وبالتالي قد يكون وقع على الجسم قوي، ولذلك آمل الانتباه من الجميع، حفظ الله الجميع من كل مكروه. طيب استاذ عبد العزيز، يعني انت كذا تطمن الامهات انه في ايام عدس المدارس ان شاء الله على يوم الاحد ما راح يكون الجو بارد ان شاء الله؟ لا، يوم الاحد متوقع ان يكون بارد جدا وربما يكون شديد البروده،
لكن لا يمنع انه يخرج الطالب الى مدرسته مثلا يلبس لبس مناسب. طب اعطينا نصائح، اعطينا نصائح لكل الامهات. اولا اوصي الجميع بتقوى الله، ثم الحرص على تحسين انفسنا وعيالنا، التحسين هذا مهم. الشيء الاخر الحرص على اللبس المناسب، يعني الموجه هذه متوقع ان تكون قويه، ولذلك افضل بالنسبه لمنطقه الرياض، منطقه القصيم، منطقه حايل، منطقه الحدود الشماليه، منطقه تبوك، منطقه الجوف وشمال الشرقيه وغرب الشرقيه وشرق الغربيه، اتمنى ان يلبسوا ابنائهم ملابس ثقيله ثقيله جدا، لان البرد حتى الظهر بيكون بارد الجو، وفي الصباح الباكر بيكون شديد البروده. الشيء الاخر لا تتعرض بشكل مفاجئ الى الهواء البارد بشكل مفاجئ، حاول ان يكون خروجك بشكل متدرج، ولا مانع من انك مثلا تستعمل اللسمه او السمام عندما تخرج حتى لا تصاب بضربه تصاب اما برد او ما شابه ذلك. الشيء الاخر لا تكون في مكان مفتوح، حاول ان تكون في مكان في ساتر، سواء كان ساتر جداري او ساتر قماشي او في داخل البيوت او داخل الفصول، ان شاء الله ما عليكم الا العافيه. الشيء اللي بس اللي امل الانتباه هو الشباب والشابات، خاصه اننا مقبلين على نهايه الاسبوع، الكثير منهم يخرجون الى الاسواق او الى البر او الى الحدائق وما شابه ذلك. لا اوصيك ان تبقى في منطقه مفتوحه، حتى لو لبست قد يتعب، قد يتعب جدا. حاول تكون في مكان مستور لمنع الهواء، رغم انه ليله الاحد متوقع او يوم السبت وليله الاحد متوقع ان يكون هناك سكون في الهواء، ولكن هنا المشكله، لان البرد ينزل من السماء الى الارض باعتبار ان هذا يكون على الجسم اقوى، ولا يستطيع او لا يستحق ان يبين او يتبين ذلك الا بعد ان يدخل البرد، لان البرد يدخل من ينزل نزولا على جسم الانسان، صح. وبالتالي قد يتعبه. صحيح. نتمنى للجميع السلامه والعافيه وان يحفظهم من كل شر. اللهم امين. استاذ عبد العزيز، طب خلينا نتكلم عن المناطق اللي الان قاعدين احنا نشوف يعني ما شاء الله الثلوج تنزل بكثافة، جبل اللوز، في تبوك، في المناطق الشمالية بالتحديد، برأيك ليش التحذيرات هذه يعني قاعدين نشوفها في كل مكان على مواقع التواصل، في الأخبار وإلى آخره، إيش السبب؟ هل ممكن أنه يعني يكون خطر عليهم بغض النظر عن الأجواء الباردة، ممكن انهيارات ثلجية إلى آخره؟ يعني عطينا يعني سبب مقنع أنه ليش الشخص ما يطلع كشتة أو مخيم في هذه الثلاثة أيام الجاية. طبعا هو السبب في ذلك يرجع الى البرد، البعض الاخر لا يستمتع بالكشته الا اذا كان في برد، لكن صحيح. من خلال منبركم الاعلامي انا لا احبذ الخروج للبرد وخاصه في الليل، ربما يكون بكره الجمعه في النهار والاحد والسبت والاحد ربما يكون مقبول انك تخرج، مقبول وليس بالضروره ان تخرج، لكن تلبس في النهار ما في مشكله بسبب لانه متوقع ان شاء الله ان تكون الاجواء صافيه وبالتالي الشمس موجوده هذا يخفف من البرد، لكن بالليل لا انصح بالخروج اطلاقا، حتى لو لبست قد تتاذى، الا اذا كنت في مكان مسكر، في خيمه، في بيت شعر، في غرف او ما شابه ذلك، اما تكون معرض جسمك للهواء او في مكان مفتوح لا احب ذلك، لان البرد مؤذي جدا يا اختي ويا اخواني ويا مستمعي ويا مشاهدي مشاهدات. البرد اذا دخل الانسان من الصعب ان يخرج منه، ويقولون الاولين وراء كل عاهه برد، فالبرد يبدا تاثيره على الانسان ليس بالضروره. الان الشباب والشابات يقولون نحن ما في برد نلبس، لا، اذا دخلك البرد ربما اذا لم يحفظك الله ربما يكون له اثار بعد سن الخمسين. نتمنى للجميع نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الجميع، ولذلك السلامه اولى، العافيه اولى، ابقى في بيتك واحفظ نفسك، واذا اردت الخروج اخرج في مكان مغلق حتى لا تتعرض للاسعاف البرد. طيب استاذ عبد العزيز، السؤال الاخير، هل تتوقع ان الرياض يجيها ثلوج زي ما احنا قاعدين نشوف على جبل اللوز؟
لا بالنسبة كثلوج يعني قصدك هضم ثلجي من غير المتوقع، لأن العناصر الجوية الأخرى غير متوفرة. لكن ربما يتكون الصقيع. الصقيع متوقع أن يتشكل على الوسطى والشمالية والمناطق الصحراوية في الشرقية وشرق الغربية، متوقع، وفي المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من الممكن أن تتشكل الصقيع، لأنها لا يحتاج إلى عناصر أخرى، يحتاج إلى تبريد ووجود ماء وبالتالي يتشكل الصقيع. أما الثلج يحتاج إلى عناصر كثيرة في العلو، في السطح ورطوبة وضغط جوي ونقطة ندى، وهذه ربما غير متوفرة في هذه الأيام بحكم أن الموجة القادمة في غالبيتها جافة، والله أعلم. أستاذ عبد العزيز الحصيني باحث في الطقس وعضو لجنة التسميات المناخية، يعطيك العافية وشكرا لك وعلى مداخلتك. ما تحبين الشتاء ولا الصيف؟ لعبة في الشتاء، أنا أموت في الشتاء أودي، يعني لدرجة أنه أنا كنت في يوم من الأيام أزور منطقة في كندا، هي طبعا معروفة كندا ببرودتها، فلدرجة أنه أصابعي والله العظيم بدون مبالغة صايرة موف، قلبت موف، يعني ماني قادرة أحس بأطرافي. فالبنات يقولوا لي خلاص يعني انه عذاب هذا. ايه هو عذاب بس انه حلو، حلو يعني انا استمتع في الشتاء الصراحه، انا مره احب الشتاء، عشان كذا انا دائما اقول غلطان 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 اللي يسافر وهو عايش بالرياض في الشتاء، في الشتاء مو بحق سفر، الشتاء حق الرياض. لا الصراحة. والله يا مها انا عكسك كليا، يعني الصيف لا احب الشتاء، ما اقول لك اني ما احب الشتاء، بس انا اتعب وامرض اكثر شيء بالشتاء. بالشتاء يعني الصيف الحمد لله يجي يعدي انا كويسه ما فيني شيء، بس الشتاء يبهذلني. يعني لدرجه اني اوصل لمرحله اني انا اصيح، يعني انا بردانه خلاص اصيح من كثر، لانه ايش؟ بشرتي تنعدم، الاكزيما عندي تثار، صدري كل شوي احس اني شفان، وانا من الناس اللي ابدا اكل اهرشف نفسي، عرفتي؟ فاحس انه هذا عذاب انا ما اتحمله صراحه. عاد بالعكس احس الشتاء على طاري البشره، يعني احس البشره في الشتاء مره تزين. لا يا مره تزين، اوكي جفاف يصيبها جفاف صح، بس اذا ترطبت حتى بالعكس ترطبت. تنشد وتحسين مكياجك يطول. لا لا والله انا شعرك يطول، أنا حتى الوردية تطلع عندي كله كله كله، انا الشتاء عندي ما هو اشخاص جنوية. يمكن يتحملون اشخاص ما يتحملون، لكن بشكل عام يعني أنا كنت يمكن من الناس اللي قاعدة أقول يعني حتى لصاحباتي قاعدة أقول لهم اسمعوا الويكند هذا لازم نطلع كشتة، يقولون أنت وين يعني ما أنت بصاحي وش بدك؟ أستاذ عبد العزيز الحين يمكن خلاني أفكر في الموضوع مرة ثانية، لكن فعليا لازم الناس تنتبه، يعني ما تسوى عليك أنك تطلعين كم ساعة وتمرضين تقعدين لك أسبوع ولا أسبوعين. بعدين الشتاء يدخل حتى بمسامات الجلد يعني صح عظام، وبعدين احنا شتانا ترى اقشر، يعني شتانا صحراء فعشان كذا بالضبط فعشان كذا الواحد لازم ينتبه، ونسال الله اكيد السلامه. لكن انا غيرانه من اهل تبوك الصراحه واهل الشمال بشكل عام. ما شفتيني يعني سالته قلت له في ثلوج ولا لا؟ احس ودي يعطيني امل انه في ثلوج، بس كذا ناظرها من جوا من البيت من البيت طيب خلينا